السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نهضروا اليوم على الهجرة لسويسرا، نهضروا على البرنامج الجديد، برنامج حديث للهجرة إلى سويسرا عبر التكوين المهني. ماذا يعني الهجرة عبر التكوين المهني؟ هو وزارة الهجرة السويسرية داروا واحد البرنامج بالنسبة للناس اللي باغيين يهاجروا لسويسرا، في جميع المجالات وجميع التخصصات. هاد البرنامج الهجرة كتكون مكلف به التكوين المهني. ماذا يعني؟ باغزوم ناخدو بسبيل المثال ناس الحرفيين والصناعيين اللي بغاو يمشيو يشتغلوا في سويسرا. أول حاجة كخص دير طلب الهجرة للتكوين المهني ديالهم، وأنك كتمشي تما كتسجل في التكوين المهني من هنا أونلاين، بصافي دير كتبدا الإجراءات من هنايا بيان سور ديال التسجيل. وإن فوا كتسجل في التكوين المهني وكيتقبل الطلب ديالك، كدوز عندهم تما تقريبا سنتين في التكوين. هاد السنتين كتخدم نصف الاسبوع هما كيوظفوك، ونصف الاسبوع كدوزو في التكوين المهني معهم دراسه. صافدير كدير نصف الاسبوع تكوين نظري ونصف الاسبوع تكوين تطبيقي، وهما اللي تلقاو لك الخدمه. التكوين المهني ديالهم اللي تلقاو لك الخدمه، وكتخلص عليها تقريبا جيت حتى شي 5000 يورو تقريبا. صافدير انت كتخلص وأم ميم طون كيوفر لك السكن، وأم ميم طون السكن يمكن لك توفر راسك أو يوفر لك هما، وأم ميم طون كتخلص في جميع المجالات. نحن لا نتكلم من فراغ، فمصدر الخبر غنخلي لكم في صندوق الوصف باش تأكدوا راسكم. وحتى بالنسبة للناس اللي بغاو يستافدوا أو اللي بغاو يدفعوا الطلب، أنا أرحب بالجميع عندنا في المكتب اللي بغي يجي عندنا المكتب من أجل استشارة أو إيداع الملف. فهاد برنامج الهجرة هو للجميع، لجميع الفئات، كسوا الحرفيين الصناعيين، كسوا الناس. نهضروا على الحرفيين الصناعيين وندوزوا لي كاتيجوري الاخرين اللي هما في لي كوميرسيو، لي ريبريزونطون، ولا اللي عندهم لا ليسونس، اللي عندهم الماستر، او اللي في مجالات اخرى. الحرفيين الصناعيين كخصهم يتوفروا على واحد الوثيقه اللي هي من عند الغرفه الصناعيه، كتثبت لهم، كتسمى شهاده مهنيه، كتثبت لهم على انهم حرفيين وصناعيين. وكذلك كيمشيو للغرفه الصناعيه وكيعطيهم واحد الوثيقه كتثبت لهم على انهم حرفيين صناعيين. لكن انت حرفي وصناعي، كتمشي للغرفه الصناعيه وكيعطوك واحد الوثيقه على انك حرفي وصناعي. هذيك الوثيقه هي كافيه وكافيه جدا. فالان غادي نهضروا على حتى اصحاب الناس اللي ديبلومي، اللي عندهم لا ليسونس، اللي عندهم الماستر، اللي عندهم الدوك وبغاو يهاجروا، حتى هما ممكن يدفعوا في هذا لا دوموند ديميغراسيون. اولا الناس اللي عندهم سنتين تجربه في العمل فما فوق، عندك عليها لا سينيسيس، عندك خدمتي في واحد المجال، مجال الماء، وعندك عليه لا سينيسيس او ما يثبت على انك خدمتي سنتين بحال لا سينيسيس هيستوريك سينيسيس، سنتين فما فوق في اي مجال، فانت مؤهل باش تدفع لهذا البرنامج ديال الهجره. كدير لا دوموند دي ميغراسيون. وكذلك فاش كتدفع لهذا البرنامج وكيقبلوك التكوين المهني ديالهم، كتمشي عندهم تما بيان سور كدير سنتين ديال التكوين. كاين اللي غيقول لي عنده ليكسبيريونس ديال عامين ديال 10 سنين في واحد المجال، حرفي صناعي او لا كوميرسيال او لا ريبريزونتون، او لا كان خدام في لا بونك او لا في لاسيونس، او لا في اي مجال في اي تخصص. كاين اللي غيقول لي انه عنده تجربه ديال اكثر من سنتين او خمس سنوات او 10 سنوات. واخا تكون عندك تجربه، كيعاودوا لك لا فورماسيون ديالهم، كتعاود التكوين ديالهم في التكوين المهني ديالهم. علاش؟ بحال قلتي هما عندهم واحد التكوين اكاديمي خاص بهم، خاص ديالهم، واحد التكوين اكاديمي بالثقافه ديالهم، بالمعرفه ديالهم، بالتجربه ديالهم، فكيكونوك بطريقتهم الخاصه هما. واخا تكون عندك اكسبيريونس وكادير، واخا تكون عندك تجربه استاذ او لا ولا كي كنقولوا حرفي صناعي وعندك تجربه كبيره، ولا بدا باش دير طلب الهجره دوز عبر التكوين المهني ديالهم اللي كيقبلوك باش دير التكوين المهني سنتين. صافي ديال كيعاودوا يكونوك بالطريقه ديالهم، بالثقافه ديالهم، بالمجال ديالهم، بلي مو تكنيك ديالهم، بلا تيوري ديالهم. وكما قلت في ذاك السنتين كتشتغل نصف الاسبوع تكوين نظري ونصف الاسبوع تكوين تطبيقي، ومؤدى عنه كتخلص على ذاك التكوين. فاي واحد بغى يدير طلب الهجره او لا بغى معلومات او لا من اجل استشاره او ايداع الملف، انا ارحب بالجميع. هذا شرف لي ان تاتوا عندي من اجل استشاره او ايداع الملف، من اجل ان ازودكم بالمعلومات اللازمه، ان اجيبكم عن كل ما يخص الهجره. فالعنوان ديال المكتب غنخلي لكم في صندوق الوصف وفي البرومي كومونتير، التعليق رقم واحد وفي صندوق الوصف. ما عليك الا دير ليغ بلوس، اقرا المزيد وخرج لك العنوان ديال المكتب
المكتب ديالنا موجود في الدار البيضاء، كاين ناس كيجيو من جميع المدن المغربيه، كاين ناس كيجيو من طنجه، من تطوان، من وجده، من الرباط، من قنيطره، من الداخله، من وجده، من مراكش، من اكادير، من ملال، خريبكه، كيجيو يوميا الناس من جميع المدن المغربيه عندنا الدار البيضاء للمكتب، من اجل كيجيو مدينه الدار البيضاء عندنا المكتب من اجل استشاره او ايداع الملف. ف بالنسبه لا دوموند كي كنقولوا كنعموها سور بلاس، فالمترشح حنا كنخدموا واحد الخدمه اللي هي كنخدموا باحترافيه، كنخدموا بمصداقيه، كنخدموا بحب. الدوسي ديال اي واحد كناخذوه بعين الاعتبار كانه دوسي بيرسونيل، كنخدموا الدوسي ديال الناس لو جور ميم. صافي دير فاش كتحط رجليك عندنا وكدير ديبو دو دوسي، كديبوزي الدوسي عندنا، صافي دير كتحط طلب عندنا غندفعو ليك، ما كتخرج من المكتب حتى كنكونوا عمرنا ليك لا دوموند واكسبتي، وكدي معاك لا دوموند ديالك في يديك واجده. كيبقاو بعض الاجراءات الاداريه بيان سور، بعد موافقه ديال الطلب، ديال الموعد مع القنصليه، اجراء فحص طبي، لكن بعض الوثائق اضافيه ستعزز بهم الملف ديالك. كنبقاو بتواصل عبر الهاتف لكن انت من مدينه بعيده، او عبر البريد الالكتروني باش تصيفط لنا الوثائق ونكونوا في تواصل باش نديروا تتبع الملف، او لكن انت من مدينه قريبه لمدينه الدار البيضاء كتجي عندنا للدار البيضاء باش دير تتبع الملف ديالك خطوه بخطوه، المواعيد مع القنصليه، الفحص الطبي، الوثائق الاضافيه التي ستعزز بها ملفك خطوه بخطوه حتى يسهل الله في الدوسي ديالك. الدوسي بشحال كنحسبوه؟ كنحسبوه ب 6500 درهم لا غير، ثمن مناسب وفي متناول الجميع. كاين بعض المكاتب، انا لا اعمم، بعض المكاتب كيحسبوا لي كونترا دو ترافاي ب 7 المليون 8 المليون، كاين اللي كيديروا طلب هجره لكندا او اي طلب هجره ب 4 المليون. انا لا اعمم، هناك بعض المكاتب اللي اثمنتهم مناسبه ويشتغلون بمصداقيه وبحب، ولكن مع الاسف هناك بعض المكاتب غرضهم الاولي هو الغرض المادي. فاحنا درنا ثمن مناسب ورمزي في متناول الجميع. كنخدموا لك بيه الدوسي، كدير الدوسي ديالك سور بلاص وكنديروا معاك لو سويفي، والله يسهل الامور جميع. كنطلب من الله سبحانه وتعالى، يا رب اللهم يسر الامور جميع، نتمنوا الخير للجميع، وكنطلب من الله دائما ان ربي يسر الامور جميع، وما غيكون الا الخير ان شاء الله باذن الله. فلا عندك فيها خير غيسر لك فيها الله، بيان سور غيسر لك ربي الخطوه الاولى، لا عندك فيها خير اكثر غيسر لك ربي الخطوه الثانيه، والله يسهل الامور للجميع. فكما قلت اللي بغى يجي عندنا مرحبا به، عنوان المكتب صندوق الوصف. كنشتغل من الاثنين الى السبت، من 10:30 ديال الصباح ل 5:30 ديال العشيه بدون توقف. اللي بغى يجي مرحبا به من اجل استشاره او ايداع الملف. لا عندكم بعض الاسئله خليهم لي في صندوق الوصف نجاوبكم عليها. واللي بغى يدفع حتى لا دوموند ديميغراسيون لكندا مرحبا به، او اللي بغى يدير تهيئ الملف من اجل طلب تاشيره سياحه اوروبا مرحبا به، او اللي بغى نساعدوه يحصل على عقد تطوعي، عقد عمل تطوعي مع جمعيه خيريه في اوروبا مرحبا به. اقل ما يمكن نوفر المترشح هو تطوع، عقد عمل تطوعي مع جمعيه خيريه بيان سور، اللي هو عنده يستوفي الشروط بيان سور، والله يسهل امور الجميع. الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله، والله يعاونكم، تبارك الله عليكم.